مرحبا، كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه، انتم كل اللي بتحبوهم يا رب. اليوم حبايبي رح نعمل مع بعض طبق ولا اطيب، بارد ورائع. بس قبل ما نبلش بالمقادير والطريقه، يا ريت تشتركوا بقناتي على اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه لحتى يوصلكم اشعارات بكل شيء جديد عم بقدمه، وهيك بتكبر عيلتنا فيكم ودائما بنكون مع بعض وبعملكم احلى الوصفات. وهلأ رح نروح على المقادير والطريقة. رح نعمل مع بعض أطيب مانجو موس، بس بدون جيلاتين، بدون أي إضافات، كتير كتير طيب. عندي أنا هنا المانجو بيوري، أنا عملته طبعا، كان هو قطع يعني، وأنا طحنته على الماشين، شايفين. عندي هنا علشان أضيفها مع الكريم، وهون عندي للجليز علشان نعمل طبقة على الوش كتير تكون طيبة ولونها هيك كتير حلو زي المربى تقريبا. هو جليز مش مربى، بيختلف، بس كتير رح تطلع طيبة معنا. هون بنحتاج كمان ويبين كريم، اللي هي كريمة الخفق تبعت الحلويات، 200 ملي. وكمان رح نحتاج معلقتين سكر للبيوري هذا اللي رح نخلطه مع الكريم. راح نحتاج كمان معلقتين من السكر برضو للجليز. وهيك خليكم معنا لحتى تشوفوا كل الطريقة. هون أنا حطيت البيوري على النار وحطيت معلقة سكر، معلقة أكل سكر، لحتى يعني هيك تعطيه شوية حلاوة، لأنه المانجو شوية في حموضة. وحطيت عصرة ليمون وبنخليهم على النار لمدة 5 دقائق، وبعدين بنطفي النار وبنحطهم بصحن أو جاط لحتى يبردوا، وبعدين بنستعملهم. وهلأ هيك صار معانا تقريباً almost جاهز. هلأ بلش يغلي وخلاص، هلأ بنشيله بنحطه على جنب. وهلأ حطيت 3/4 الكوب من المانجو البيوري على النار، وحطيت عليه كمان معلقة سكر وشوية عصرة ليمون لحتى أعمل الجليز، وحطيت 3 معالق أكل من المية لحتى يصيروا معانا، بخليهم يغلوا 2 دقيقة وبعدين منصفيهم بشكل منيح كتير لحتى شوفوا كيف شكله بجنان. هيك منصفي، إذا لقيناه بده مي منحط له كمان 2 معلقة. هون خلصنا الجليز، شايفين كيف حبايبي انا صفيته، وهلا ان شاء الله بنحطه على جنب لحتى نخلص كل المزيج اللي راح نعمله. هلا هون بلشنا نخفق بالكريمه، كريمه الخفق اللي هي كريم شانتي بسموه كمان، نخفقها لحتى تصير متماسك تماما، وبعدين لما نخلصها بنضيف عليها البيوري اللي هو المانجو بيوري بهذا الشكل، شايفين، وبنخفقهم مع بعض بشكل كتير حلو لحتى يتجانسوا تماما. وبعد هيك بنصبهم بالكاسات اللي بدنا نحط فيهم، او باي وعاء بتحبوا انتو تحطوا فيه بشكل حلو يكون مرتب. هلا الخليط صار معنا جاهز حبايبي، شايفينه. هلا رح نعبيه نحطه بالكاسات. شايفين بهذا الشكل، وبعدين رح نحط الجليز على الوش. واحنا لما نصب المزيج بالكاسات نستعمل سكوبر صغير او اي سكوبر لحتى تكونوا عارفين بالضبط قديش حطيته، لحتى يطلع كتير شكله مرتب وكل الكاسات تطلع بالضبط نفس الشيء. وان شاء الله بتعجبكم هالطريقة وتحبوها وتعملوها. هلأ بنصب الجليز على الوش، على وش كل الكاسات، يعني بنشوف احنا بنقدر قد ايه بده تقريبا لحتى يغطي كل الشكل، اللي يعني طبقة خفيفة ما تكون كتير كبيرة.
وهيك بتطلع كتير كتير شكلها حلو، وكمان طعمها كتير طيب لأنها هيك فيها شوية حموضة صغيرة روعة. بس على حسب المانجو اللي عندكم إياه، يعني إذا المانجو حلو بتطلع حلوة، وإذا حامض يعني كمان كتير طيب، ما بتفرق لأنه هيك النكهات كلها بتكون معتدلة مع الكريم شانتيه. وشوفوا جمال المنظر قدي حلو، ما شاء الله روعة. وهيك قربنا نخلص المزيج كله، وبتشوفوا النتيجة معي. هلأ حبايبي مثل ما انتو شايفين رح اعمل وردة بالنص، شايفين شو حلوة رائعة. وهاي كمان وردة تانية كتير حلوة، وكمان هون رح نعمل وردة. نكون خلصنا وصفتنا لهذا اليوم. شوفوا الجمال ما شاء الله روعة، كتير كتير حلوين وبيجننوا. المانجو موس على طريقتي ولا أطيب، جربوه كتير كتير رح يعجبكم. وشكرا جزيلا لمتابعتكم حبايب قلبي.